السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. استيقظ سكان إحدى الولايات الجزائرية صباح اليوم على الأرض وهي تهتز بهم بقوة، ما جعل الكثير منهم يفرون إلى الخارج خوفا من وقوع كارثة. وحسب بيان مصالح الحماية المدنية والذي جاء فيها، سجلت مديرية الحماية المدنية لولاية المدية صباحة اليوم 3 أوت وفي حدود الساعة 9:51 هزة أرضية قوية بلغت شدتها 4.3 درجات على سلم ريشتر، وحدد مركزها ب4 كيلومتر شمال شرق بلدية دراك بولاية المدية. هذا ولحد الساعة لم يتم الإعلان عن أي خسائر بشرية باستثناء بعض التشققات والتي لحقت بإحدى العمارات.